السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد. أنا محمد عليوة. الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون ممتع جدا وشيق للغاية. الفيديو ده موجه تحديدا للناس اللي عندها شاشة LG. في شاشة LG النهاردة هنتعلم مع بعض كل النقاط اللي احنا محتاجينها بخصوص الفلاشة أو اليو اس بي. لو انت عندك شاشة فأكيد هيكون عندك فلاشة عشان تستخدمها كوحدة تخزين. طبعا لو انت عندك أي من مقاطع الفيديوهات أو الصور أو الميوزك، أي حاجة انت حاببها وحابب انك تشغلها على شاشة، لو ما عندكش انترنت أو مش عارف انك تشغلها من على الانترنت، أو الحاجة دي مسجلة عندك سواء فيديو خاص بيك أو صور بتحبها أو حتى مقاطع صوت، وكمان لو صور اتكلمنا في فيديو قبل كده ازاي تشغلها على الموبايل، ولكن النهارده هنتكلم ازاي تشغلها من على الفلاشه. ولكن الفيديو بتاعنا مش هيكون مقتصر على كده ابدا، لا هنتعلم كمان مجموعه من النقاط المهمه جدا. هنتعلم مثلا على سبيل المثال طريقه ترتيب وتشغيل الفيديوهات بالطريقه اللي احنا عايزينها وتشغيلها على بعضها، وهنتعلم كمان النقطه الاهم طريقه التسجيل من الشاشه للفلاشه، ازاي انك تسجل ملف من الشاشه نفسها على الفلاشه لو برنامج او مباراه او حاجه انت بتحبها ومتعلق بيها وحابب انك تشوفها اكتر من مره بعد كده، فمهم جدا تقدر انك تسجلها على الفلاشه الخاصه بيك، ولكن يشترط المساحه. يعني عشان نتكلم على شاشه HD او الترا او 4K فجوده القناه هتكون عاليه جدا، فمساحه التخزين هتكون ضخمه جدا. فانا بالطبع هرشح لك فلاشة يكون مساحتها كبيرة جدا، ولو عندك هارد يو اس بي ممكن تستخدمه كوحدة تخزين للشاشة. أضف إلى ذلك كمان إن احنا هنتعلم طريقة فورمات الفلاشة من على الشاشة، يعني حفاظا على المخارج اللي موجودة في الشاشة. لو أنت عندك فلاشة حجمها كبير ممكن تركبها في الشاشة وتسجل عليها الحاجات اللي أنت عايز تتفرج عليها في وقت لاحق، وتتفرج وتستمتع وتشوف كل الحاجات وتمسح وتفرمت من غير ما تخلع الفلاشة من الشاشة بشكل دوري للحفاظ على المخارج الموجودة في الشاشة. دلوقتي هننتقل للشرح، ولكن مهم جدا قبل الانتقال للشرح تقول لي رايك في الفيديو ده هيكون عامل ازاي، والشرح ده فادك ولا لا، وتقول لي كمان عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. ومهم جدا كمان ان انا عملت فيديو اللي قبل ده على طول عن ملف قنوات خاص بالشاشه LG سمارت 2021. لو انت محتاج ملف في القنوات ده هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو ده وبتاع كمان الفيديو اللي طبعا زي ما احنا عارفين في الفيديو بتاعنا هنتعلم طريقه التعامل مع اليو اس بي او الفلاشه للشاشه LG او تلفزيون LG. هنتعلم كل الحاجات اللي احنا محتاجينها واللي ذكرناها في مقدمه الفيديو. دلوقتي هنركب الفلاشه في الشاشه الخاصه بينا، ونكون حريصين جدا اثناء تحريك الشاشه لو هي مثبته على الحيطه بشكل سطحي زي ما هي مثبته عندنا تماما، لازم نكون حريصين جدا. بعد تركيب الفلاشه مباشره بيظهر لنا ثلاث خيارات اللي هي الصور والفيديو والموسيقى والتسجيلات. لو انت ما ضغطتش على الخيار من دول، او انت الفلاشه متركبه والجهاز مفتوح لسه فعايز تشتغل، فاحنا عايزين يكون شغلنا واضح جدا عشان نقدر نتعامل بكل الطرق ونفهم كل شيء فيما يخص الشاشه. دلوقتي هندخل مع بعض على زرار الادخال اللي هو خاص بالانبوت اللي بنغير منه ما بين الرسيفر والشاشه. ده هندوس عليه ضغطه واحده هيدينا الادخال. هنلاقي ضمن عناصر الادخال موجود الفلاشه الخاصه بينا. هنضغط على ضغطه واحده ترجع لنا الشاشه دي عشان خاطر لو ما كانتش موجوده عند اي حد يقدر ان هو يوصل لها. تقدر تشوف الحاجات اللي موجوده عندك وتصنفها زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. لو ضغطنا عليها ضغطه واحده هيدخلنا على الصور والفيديوهات. هنلاقي هيفتح لنا الفولدرات اللي موجوده على الشاشه، ولكن هو هنا بيعرض لنا الصور والفيديوهات. لو دخلنا كده على الحاجات الموجوده عندنا هنا في بعض الملفات الصوتيه الام بي 3 ولكنها غير موجوده تماما. طيب لو انا عايز اشغل حاجه من الحاجات دي، طبعا طالما الفيديو ظهر معاك بالشكل ده يبقى الفيديو صيغته مدعومه. طيب لو ما ظهرش معايا بالشكل ده يبقى الفيديو صيغته مش مدعومه وتحتاج انك تعمل له عمليه تحويل، وده ممكن نجربه في فيديو تاني نعمل تحويل الفيديوهات سواء الفيديوهات اللي هنسجلها او الفيديوهات اللي هتكون موجوده عندنا بشكل تلقائي. طيب انا عايز افتح حاجه معينه، هدوس عليها ضغطه واحده هيبدا الجهاز يفتحها لي على طول زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي، ونقدر ان احنا نبدا في عمليه عرض الشرايح. لو احنا عندنا مجموعه كبيره من الصور هيبدا الجهاز يعرض لنا الصور بطريقه متتابعه ورا بعضها. طيب انا مش محتاج اعرض، انا محتاج ان انا اشغل فيديوهات. هل الجهاز هيشغل لي الفيديوهات بطريقه متتابعه ورا بعضها، ولا هحتاج ان انا اشغلها بشكل يدوي؟ لو رجعنا تاني للقائمه عندنا هنا فوق هنلاقي في حاجه اسمها تصفيه وعرض، في هنا حاجه اسمها علامه تشغيل التحديد. هندوس عليها ضغطه واحده هيدينا هنا نقاط للتحديد. هنبدا نحدد الحاجات اللي احنا محتاجين انها تشتغل ورا بعضها، وهنا كده هتحدد بقى العدد اللي انت محتاجه ويتحرك على حسب الفيديوهات اللي موجوده عندك على الجهاز، وتبدا انك تحددها وتشتغل عليها وتدوس عمليه التشغيل. طبعا تقدر انك تقدم من خلال الزراير الموجوده تحت دي كلها، وفي كمان زراير شبيهه ليها في الريموت هتقدر تدوس انك توقف وتشغل، وتقدر كمان انك تسرع الفيديو زي ما احنا شايفين كده. هو كده سرعه الفيديو بتزيد بسرعه كبيره جدا.
طبعا مجرد ما تدوس على الزرار الاوسط مره تانية بيرجع الفيديو لطريقته الطبيعيه، وممكن تقدم الفيديو عن طريق التحريك للجنب بالشكل ده. كده انت بتقدم الفيديو للمكان اللي انت محتاجه. مجرد ما تقدم وتضغط على اوكي هتلاقي الفيديو بيتحرك معاك بالشكل ده كده. انت بتقدم وتضغط كده المكان اللي انت محتاجه في الفيديو، الدقيقه اللي انت محتاجها وتدوس عليها ضغطه واحده هيبدا يشتغل. طيب لو الفيديو ده خلص هنلاقيه هيشغل الفيديو اللي بعد منه بشكل تلقائي. لو لاحظنا دوسنا كده بمجرد انتهاء الفيديو هنلاقيه بدأ يشغل الفيديو اللي بعد منه بشكل تلقائي. طبعا بقى ايا كانت الفيديوهات اللي موجودة عندك تقدر انك تقدم وتغير، وتقدر كمان انك تحدد وتحذف. لو لاحظت هنا كده لو انا عندي مجموعة من الفيديوهات جت بالغلط او انا خلاص سمعتها ومحتاج ان انا افضي فلاشة مش محتاجها، ممكن ادوس على عملية التحديد وابدأ ان انا احدد كده اللي انا مش عايزه، او ادوس على زرار الحذف اللي موجود معانا ده واحدد الحاجة اللي انا مش عايزها على الفلاشة خلاص وعايز انها تتحذف من عندي عشان تكونش موجودة معايا وتوفر مساحة على الفلاشة او على جهاز اليو اس بي. لو انت مسجل حاجة واتفرجت عليها تقدر تحذفها من خلال الزرار ده. وطبعا هنا عملية البحث، لو انت عندك بقى كمية كبيرة جدا من الملفات وعايز تعمل سيرش عليها بتدوس على الزرار ده وتبدأ عملية البحث على الفلاشة الخاصة بيك على حسب الملفات الموجودة عليها. وطبعا لو رجعت ورا خطوة كمان هيكون من حقك انك تدخل للملفات الموجودة معاك، ولكن هترجع مرة تانية وتدوس على زرار الادخال الموجود في الشاشة عندك. هتدخل منه للفلاشة هتختار موسيقى، بالضغط على موسيقى هيدخلك الملفات الصوتية. هتلاقي نفس الفلاشة شغالة معاك بنفس الطريقة، ولكن هتلاقي الجهاز بيشغل لك ملفات اللي فيها صوت بس. لو لاحظت الملفات دي كانت موجودة وسط الملفات التانية، ولكن الملفات دي ملفات صوتية، وكل اللي عملناه هنا كده تقدر انك تعمله. ممكن طبعا تحدد كذا حاجة. طبعا هو هنا في حاجة اسمها اضافة لقائمة التشغيل وده اسمه المشغل. لو دوست هنا كده على اضافة هتحدد اللي انت عايز تضيفه كده، وبعد كده تعمل اضافة لعملية تشغيل، وهنا هتبدأ عملية التشغيل بالشكل ده كده. هنلاقيه هيبدا يشغل لنا على حسب قائمه التشغيل اللي احنا كونناها. طيب بالشكل ده كده انت مهمتك انتهت في الفلاشه. لو رجعت تاني خطوه ورا كده او خطوتين وحاولت انك تدخل تاني للفلاشه الخاصه بيك عن طريق الضغط على زرار الادخال هتظهر لك الفلاشة هتدوس عليها هتلاقي هنا بند التسجيلات. طيب انت سجلت حاجة يا محمد على الفلاشة؟ ده بقى اللي هنتعلمه في هذا الجزء من الفيديو. مفيش هنا اي حاجة تم تسجيلها. دلوقتي بقى هنبدأ مع بعض عملية التسجيل. طيب انا محتاج اسجل حاجة من على الفلاشة. طيب هنا بقى هنقف عند السؤال الاهم، هل انا فلاشتي تسمح او فيها مساحة للتخزين ولا لا؟ وهنا هنتعلم مع بعض طريقة تهيئة الفلاشة او عملها فورمات بحيث ان احنا نقدر نسجل عليها اكبر كمية ممكنة لو احنا اتفقنا كل الحاجات اللي سجلناها قبل كده وعايزين نسجل، او حتى لو عايزين نفرمت فلاشة بدون اي وجه حق ظلم كده هو عدوانا. هتلاقي عندك في الريموت الخاص بيك او الماجيك ريموت حاجة هنا اشبه برسمة البيت او الهوم، هتدوس على ضغطة واحدة هتظهر لك القائمة دي. منها هتروح لحاجة اسمها لوحة معلومات المنزل، هتدخل فيها هتلاقي كل الحاجات اللي انت شغال عليها ومعتمد عليها في الشاشه الخاصه بيك. من ضمنها هتلاقي اليو اس بي، في خيارات اليو اس بي هتلاقي في خيار اسمه اخراج، ان انت لو خلصت بالفلاش وعايز تعملها عمليه اخراج. وكمان عشان تركز على الاخراج ده ممكن تعمله من بره خالص. لو رجعنا كده ورجعنا للقائمه الاساسيه ودخلنا على زرار الانبوت اللي بيعمل عمليه ادخال معلومات المنزل، وهندوس على الفلاش الموجوده عندنا ونعمل لها عمليه تهيئه. وطبعا انت متاكد ولا مش متاكد؟ هتدوس نعم هتبدا عمليه التهيئه للفلاش اللي موجوده عندك على الشاشه. هنلاقي كتب لنا فوق تم تهيئة الجهاز بنجاح. لو رجعنا كده هنلاحظ، لو رجعنا كده كده خطوتين خلاص ورا او دوسنا على التلفاز مباشرة ودخلنا على الاعدادات هنلاقي الفلاشة موجودة عندنا، ولكن بضغطة واحدة عليها لو حاولنا ندخل مثلا على الصور او على الموسيقى او على الملفات مش هنلاقي اي ملفات نقدر ان احنا نعتمد عليها. مش هنلاقي غير الفولدر بتاع ال جي سمارت، وفيه مش هنلاقي اي حاجة خالص خالص موجودة غير ملفات فاضية خالص. الشاشة بتحفظ بعض الملفات الخاصة بيها وتم تهيئة الفلاشة بنجاح. طيب هنرجع بقى دلوقتي للقمر بتاعنا نقدر نحن. طبعا التسجيل بيكون من المخارج الموجودة على التلفاز او الهوائي او القمر الصناعي، مش هتقدر تسجل من على الكمبيوتر. لو ضغطت ضغطه كده على الكمبيوتر مش هتظهر لك خانه التسجيل. هنا خانه التسجيلات وهنا صوت متعدد بس. طيب لو رجعت كده ودخلت بزرار انبوت ورجعت للتلفاز المباشر او القمر الصناعي او الهوائي ايا كان بقى، او اتش دي ام اي 1 او 3 ايا كان بقى المخرج، ولكن ضغطت ضغطه في النص كده في اي مكان في الشاشه في النهايه توفيق كبير من المحل، لكن بتعامل جه في 2-1 في اخر المباراه. فاكرين؟ مش فاكرين شكلهم. حرس الحدود هنا ليه كتب لنا قد بدأ التسجيل.
بدأ التسجيل فعلا على الفلاشة زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي. لو لاحظنا بضغط على مع اي ضغط على الشاشة هنلاقي يظهر لنا مدة التسجيل. وطبعا بيقول لك ان انت عشان تبدل من قناة لقناة هيتم ايقاف عملية التسجيل. قد يقوم تغيير القناة في ايقاف عملية التسجيل زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي، تقدر انك تدوس لا. كل ما تحاول انك تحرك القناة هيقول لك ان تغيير القناة هيوقف عملية التسجيل، فرجاء ما تحاولش تسجل او تتحرك عشان ما يتمش ايقاف عملية التسجيل. لو دوسنا على نعم هنلاقي عملية التسجيل تم ايقافها وسيتم حفظ المحتوى اللي سجلته. لو ضغطت كده ضغطة في النص عشان تروح لي حاجة اسمها التسجيلات موجودة في الجنب هنا كده، وهتلاقيها برضو في الفيديوهات الموجودة عندك. هتلاقي الفيديو اللي انت سجلته على الفلاشة الخاصة بيك، تقدر انك تشغله في شاشة كاملة زي ما كان شغال بالضبط، كأن القناة شغالة معاك بشكل مباشر، وتقدر تستمتع بالفيديو ده على الكمبيوتر على اي شيء انت حابب تستمتع عليه. وهتلاقي الفيديو اتسجل معاك بطريقة سهلة جدا ومميزة. وزي ما اتكلمنا انك تقدر تسجل كمان اكتر من مدة على حسب ما انت عايز وعلى حسب ما تحدد وعلى حسب سعة الاستخدام الموجودة عندك على الفلاشة او على الهارد يو اس بي اللي انت بتستعمله في التسجيل. فأتمنى ان انا اكون قدمت لكم معلومة مفيدة وقدرت اساعدك ولو بطريقة بسيطة. مهم جدا تقول لي عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه، وتختار فيديو من الفيديوهات اللي تظهر لك في شاشة النهاية قدامك دلوقتي. دمتم في رعاية الله.